إذا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة معكم من هنا من مدينة أسفي، وبالطبع متابعينا من حي أموني جنوب المدينة، مريضة بالقصور الكلوي، عندها 51 سنة وخايفة أنها تموت وتخلي وليداتها، وكيف كتشوفوا أنها شادة الفراس وما بقاش عندها صحة، وبغيت توجه واحد النداء للمحسنين القلوب الرحيمة باش يقدموا لها يد المساعدة. تفضل العودي مع المشكلة. السلام عليكم. الله يجزيكم بخير. كنبغي نطلب من المحسنين بغيتهم يتعاونوا معايا. الدري اللي موالف خدام عليا ويجيب ليا، عطيني 10 سنين ديال الحبس، بقى لي عامين مكانش اللي يخدم عليا ويجيب ليا. الراجل دايرها بريردات تاع الطين كيبيعهم، الا ما باعهمش مكانش من ناكل، مكانش من نصير. ودوكا يعني كان الكرا غلبني، والطاكسي خاصني 20 درهم، نهار 22 درهم مشيان ومزيان، نهار الخميس 20 درهم مشيان ومزيان، ونهار السبت 20 درهم مشيان ومزيان. الطاكسي الطوبيس ما كنلقيتش نركب فيه، الا ما ركبتش في الطاكسي ما مشيتش ندير الدياليز، وقد خرج لي الطبيب الدواء ما عديش باش تشري، وعطوني باش نمشي لمراكش ندير ندير نفتح على الغدة الدركية، وما صرت باش نمشي. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. الله يجزيكم بخير. عندي 3 وليدات ما خدامين والو، هادشي اللي كنطلب منكم. وشو الحالة كديرة، لا فراش لا باش نتغطى لا باش والو، ما عندي والو، ما كانش اللي يجيب لي يدق عليا ولا يجيب لي شي حاجة والو، بخاطر الجيران وداك الشي كيصبروا لي حوايجاتي. الماكلة ما قدرتش نطيبها، ما كنقدرش نطيب كاع، لما جاب لي الراجل خبز طايب ما كان عجنش، ما جابش لي شي حاجة ناكلها ما ناكلش، نتسنى تيجي. هادشي اللي كاين. الله يجزيكم بخير. انا مريضة بالكسور كلوي، كندير الدياليز وعيانة، عيانة بزاف ماشي بشوية، عيانة كنمشي للحيصة بعد المرات ما كنسيب من ناكل كاع في الحيصة، ما كنقدش، كنحيدوني من الدياليز كيدوني المستعجلات. هادشي اللي كان نطلب من المحسنين، نطلب منهم يتعاونوا معايا. كنعيا وليدي، كنعيا الصمامة دوك عيات ليا، درت التلفازة والبارح قلت عندك الصمامة عيات صافي. الله يجزيكم بخير. هادشي اللي كنطلب منكم، ها تعاونوا معايا. الدري اللي موالف خدام عليا ما بقاش، بقى لي عامين يمتى غيخرج يتعاون معايا. وكان مجوج وطلق مرتو، وبقات دوكا من الحبس اللي ربعت مول البركي ما كنمشيش عندو، كيعيط عليا وما كنمشيش عندو، كنقدش نمشي وبعد باش نمشي. هادشي اللي بغيتكم تعاونوا معايا. واش قديش تشهد؟ لا نجا عيات لي الصمامة، بقيتش نقد حيت عندك الدم كبد، الدم كبد في القلب، غادي خاصك تسرحي. السلام عليكم. السلام خويا، هاد المرة مريضة بزاف، كنت ديال السبيطار، عندها 3 حصات في السيمانة، وكنت ديال السبيطار وكنجيبها 800 في النهار، 20 درهم في الصباح و20 درهم في عشية. هذا طاكسي كنسكن انا هنايا في اموني، ولكن جارتنا وكتبقى فيا بزاف،
وانا بعدا راه كنحسبها بحال امي وتاثرت من جهتها. حاله ضعيفه مسكين، لو بغى يعاونوها سبيل الله داكشي في سبيل. مريضه بزاف، اديتها البارح في السبيطار، البارح ديت السبيطار وجدها عيانه بزاف. السيده عيانه بزاف، ما كانتش كانت كتوقف. كيفاش كانت السيده قبل؟ كانت كتوقف وداكشي، ولكن ملي تشد لها ولدها السيده صافي سالات، تصدمت، تشد لها ولدها راه 8 سنين وهي كتعاني بهذا، وما كاينش اللي يكون بها. اختها مريضه، حتى هي اختها مريضه، ما كتقدش تجي، كتجي مره. عائلتها ما عقلوش عليها؟ لا عاقلين عليها، ولكن ما مريضه اختها، كتجي عندها اختها، كتجي عندها، ولكن عيات هي، راجلها مريض. وهاد السيده ما كاينش، كلهم حاله ضعيفه، عائلتهم حاله ضعيفه، وكتجي تصبر ليها بعض المرات. الجيران كيجيبوا لها من بعد المرات الغداء، ها كيعاونوها، صبنوا ليها. حنا كذا ميتات، وكنطلب من المحسنين يعاونوها. والعيد الكبير، هذا العيد الكبير وما عيدتش مسكين نهائيا، ما كاينش اللي يجيب لها كاع، ما كاينش اللي يجيب لها العيد. دوك انا غادي نخرجو في العيد الكبير، قال لي غتجيبها من ستيناف، تعمريها وتجيبها باش نحطوها 10 ايام تاع العيد. وكنخمم نخرجو وباش خاصني باش ملي نعيد خاصني ما يكونش عندي باش نشري العيد، ويجي عندي وما يوقع عندي والو. هادشي علاش عيطوا عليا اول البارح، مشبه عطا واحد الورقه خرجها لي المودي، قال لي غتجيبها من ستيناف تخرج يعيد معاك ويرجع، وكيخرج يعيد. غادي يجي يضمني هدية بلا كارت تاعك باش يخرج يعيد معاك، هو راه كان باغي يعطيني الكلوة، وملي مشيت بغيت يعطيني الدري الكلوة هادي اللي في الحبس، طلبوا لي 30 مليون. قالي واخا يعطيك هو الكلوة، قالي يما أنا ما جرى ليا والو، كلوة وحدة غنخدم بيها. مشيت عند الطبيبة قالت لي عندك وباغا يفتح 3 أيام تعتو ويبرا، وتيك اللي غتعطي 100 ألف في الشهر باش ديري هاديك الكلوة الزرعية، مبقيتش درتها. يعني الوليد ديالك بغا يعطيك الكلوة؟ بغا يعطيني، بغا يعطيني في الحبس يعطيني، بغا يتبرع. قالي يمي كلوة وحدة، قالي راه ما دير ليا والو، نفتح ونعطيها لك، ما تبقاش ديري ديالي. قلت ويلي ما انت باقي شاب صغير، تبغي تتزوج وتولد وليداتك، شتش منك الكلوة. كيعطوها 6 الليباري، 36 ألف، منين تجيب هاد المرا؟ هاد المرا منين تجيب هاد الفلوس؟ ما عندهاش منين تجيب، أنا بقات فيا، منين تجيب هاد الفلوس؟ لا عيد لا حتى حاجه، منين؟ بعض المرات راه ما كتكونش عند العشاء، بعض المرات ما كيكونش عند الغدا. كي انا ب 7 8 ونص تراتها كامله، قاعد ديوان 7 ونص باش كتراهنا. اذا مشاهدينا شفتوا في تمنى ولا شي محسن محسن يدخل على الخط ويقدم هذه المريضه المساعده، تشوفوا انها كتعاني في صمت فقط الجيران ديالها هما اللي كيقابلوها.